بسم الله نتكلم عن الارترز او بالاحرى عن فيزلز اوف ذا فيزلز. لا هي بعد ما كملنا نيرفز ناخذ فيزلز ارتري فيل. لا هي خلينا نتكلم عن الارترز. نرجع بذكرياتنا للابدو من قبل. شايفين الاورطه بيتم في مستوى الى 4. الاورطه يعطينا سوبرا رينال ارتري. سوبرا رينال ارتري يعطينا رينال ارتري يعطينا جونادا اللي هو يا تستيكولار يا اوفيريان. يعطينا كومن ايليك هذا ما بيرد برانش. فكرتوا نفكركم بهم كلهم انفيريور فرينيك. باه فيري فرينيك هذا غدا الدايفرام. ميدل سوبرا رينال غدا السوبرا رينال. رينال غدا الكيدني. جونادل يا تسوس يا اوفري. كومن ايليك هذا ما ومعهم لمبر كانت تفكروا 4 هذا ما تموا. باهي الأورطة ينتهي في مستوى الأربعة. الأورطة شوف معنا هذا الأورطة عطانا ميدل سوبرا رينال عطانا رينال عطانا جونادل عطانا كومن إيليك لكن عطانا سينجل سيليك فوق سبيريور ميزنتريك و انفيريور ميزنتريك. سبيريور ميزنتريك مسوا الثلاثة هو الجونادل صح؟ رينال زوزك الاثنين لكن كومن إيليك في نهايته يبقى الكم 4. لما ينتهي الأورطة يعطي رايت وليفت كومن إيليك. كومن إيليك يمشي يعطي انترنال إيليك ويعطي اكسترنال إيليك. الاكسترنال إيليك يمشي تحت الجوان الليجامنت ويعطينا في مرة الارتري صح؟ روح بلاش البيانات. صار عندنا نبدو بالكومن إيليك. هو كومن إيليك يمشي يعطينا كومن انترنال إيليك و اكسترنال إيليك. بعد الجوان الليجامنت يولي اسمه ايش؟ في مرة نبدأ من بطل فوق في من الارتري خدناه في الأول. يعطي 6 برانشز. يعطينا بروفاندا اللي هو العميق ويعطينا ديب اكسترنال ميدندل عميق برضو. يعطي 3 سوبرفيشال. سوبرفيشال اكسترنال ميدندل سوبرفيشال ميجاستريك سوبرفيشال اكسترنال ايش سوبرفيشال تركوفلكسيليك. شوفوا احفظناهم كلاتي 3 سوبرفيشال وزوز ديب وواحد ديسندينج صحوا. وبالعبارة قلنا 3 مش متربيين طايشين وزوز عميقين واحد هابط. الهابط يسمى زوز عميقين بروفاندا و ديب اكسترنال ميدندل. ثلاث سوبرفيشال سوبرفيشال سيركمفلكس ايليك سوبرفيشال ميجاستريك سوبرفيشال اكسترنال ميدندل. بما ان في سوبرفيشال سيركمفلكس ايليك اكيد في ديب اكسترنال ايليك هو عند راس ولدين. ديب سيركمفلكس ايليك باتجاه عزيز بيعمل عن استموتس والفيريور ايبيجاستريك هو فيريور ايش؟ ايبيجاستريك. شوفوا ردا على ديب اكسترنال ميدندل في سوبرفيشال اكسترنال ميدندل باين ردا على سوبرفيشال سيركمفلكس ايليك شوف في ديب وردا على الانفيريور ايبيجاستريك هو في سوبرفيشال ايبيجاستريك. هذا اسمه انفيريور ايبيجاستريك. اذا اكسترنال ايليك عنده دوز برانشز inferior epigastric artery و deep circumflex iliac artery. وبالمناسبة هنا من الانتيريور iliac هو يطلع 9 أو 10 حسب ميل في ميل. أحد العشرة أو التسعة obturator artery كيف عرفتها؟ طلع من obturator canal اللي هو foramen. باهي obturator foramen obturator foramen هيا عليها اوبتريتر ممبرين. شوفوا كيف ها اوبتريتر فورامن مغطيها اوبتريتر شنو ممبرين. خلي كانال شنو اسمها اوبتريتر كانال يمر فيها ارتري اسمها اوبتريتر ارتري وفينو نير صح. خلاص في حاجه قويه شوفوها الانفيريور ايبيجاستريك اعطي برانش اسمها بيوبيك برانش يمشي خلف السوبيريور بيوبيك ريموس ويتحد مع بيوبيك برانش من وين الاوبتريتر. صار هيك يا شباب الاوبتريتور اعطي برانش انفيريور ايبيجاستريك اعطي برانش البرانشين مع بعضهم اصبحوا اكسسوري اوبتريتور. اوبتريتور زايد في 30% من الناس موجود ويستبدل مكان منه الاوبتريتور ارت. اذا في ناس مش معتمدين على الاوبتريتور معتمدين على منه اكسسوري اوبتريتور والاكسسوري اوبتريتور ارت يطلع اتحاد بيوبك من انفيريور وبيوبك من وين من الاوبتريتور ارت. ما علينا انا كنت اتعرف على
كنت تعرف اللي هو جاي عليك من ليجن صح في مرة رينج كنت نتعرف فقط على الارتز الموجودين. طب كلكم ما شاء الله عرفتوا في مرة الارت كويس، عرفتوا كثير اللي كانت كويس، عارفينكم اللي كانت من قبل، عارفين الاورتو من قبل ولا تعال هذا تعال باقي الارتز واحده واحده. هي انا اخترع لبالي ارتر اسمه ميديان ساكر صح، خلينا ندرس عليه. الميديان ساكر الارتري سنجل برانش من الاورتو من خلف من البايفركيشن من خلف باين. الميديان ساكر الارتري شنو الجي روحها الاورتا عطي اربع لمبر صح، لانه تم في الكم اربع فالارتري يختم على ال 5 يعطيها برانش لمبر. فاول ما نقول ان الميديان ساكر الارتري يعطي ثلاث لمبر يمشي 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 قدام الساكر يمشي لحد ما يكمل هنا يولي اسمها بلومس كوكسجيم نهايه شنو اسمها بلومس كوكسجيم. اكثر من هيك ما عادش نقدر نتكلم عليه الميديان ساكر الارتري انه طالع من البايفركيشن زي ما قلنا من خلف يمشي قدام الساكرم ينتهي كبلومس كوكسجيم ويعطي فيفت لمبراوة. تعال هدرسوا على ارتري صغيره. انا يوم من الايام قلت لكم انه في تستكلر ارتري او وبين الارتري كانت تستكلر بيطلع من الابدومين يروح على برا على سكروتم مش هيخش الحوض، لكن الاوفيرين ارتري هذا اوفيرين يخش داخل الاوفري. تعال شوف الاوفري من حاطه ليه، حاطه في المكان الصحيح، حاطه في اوفيرين فصه. تخليكم دقيقين في الرسمه واعرفوا شنو كاتب ترى انتوا فورتو عارفين. الاوفري ملحوم هيك بسسبنسوري ليجامنت ونحى اتسلل كارتري خلال السسبنسوري ليجامنت وحادخل للاوفري عن طريق ميزو اوفيريوم البرود ليجامنت اللي مزيناه في البرود ليجامنت. تمام هو تمام تمام هيك تمام هيك نرجعوا. تاخر هذا الاوفري ترى الاوفري موضوع في فصه اسمها اوفيريان فصه حاطه فيها نيش لا مشكي بين الانترنال والاكسترنال شفتوه حاطه. ولو تخيلتوا عنده ميزو اوفيريان في البرود ليجامنت وعنده سسبنسوري ليجامنت طريقته كالاتي. هو الاوفيريان ارتري يخش من سسبنسوري ليجامنت يجرحها في برود ليجامنت يجرحها في ميزو اوفيريان يخش الاوفري عادي. المهم تو اثبتنا ان الاوفيريان ارتري يخش الحوض ولا لان كان امير ما عندهش اوفيريان عنده تستكلر ولا لكن ما يخش الحوض. فاول الفروق بين الميل والفيميل ان الفيميل عندها ارتري اسمها اوفيريان ارتري خاش البلفس لكن الميل انا عارف ان عنده تستكلر لكن مش خاش البلفس يبقى في ارتري زياده توك في ارتري في الفيميل زياده من هو اوفيريان ما فيش منه في الميل داخل الاوفري داخل البلفس. تمام هذا واحد شدته ميديان ساكر سواء كان ميل او فيميل موجود. لكن شباب شنو جاب لجاب اعتمادي شبه كلي على الانترنال اليك ارتري في الجهتين. فالحوض لو قلت لك شنو يغذيها تقول لي الانترنال اليك لكن غير الانترنال يلزمني ميديان ساكر ولا ويلزمني اوفيريان ايضا لو رجعت الابدومن مش هذا في المزندريك باه لفي المزندريك يعطيني ريفت كوليك للديسندنج كولون من البيشي يعطيني سيجمويد من السيجمويد من البيشي يعطيني سوبيريور ريكتال ارتري سوبيريور ريكتال ارتري كونتينيويشن لي ولا كنا نقولوا ان السوبيريور ريكتال ارتري از كونتينيويشن اوف انفيريور مزنتريك ارتري مش كده. يبقى هيك تعال نديروا حصر للارتريز اوف ذا بلفس. يحتوي البلفس رئيسيا على الانترنال ايلياك ارتري وايضا على الميديان ساكرال ارتري كمساعد والسوبيريور ريكتال ارتري كمساعد. هيك الميل يكتفي الفيميل ثلاثه همه معهم اوفيريان. وكم في الفيميل هيك اربعه وكم في الميل ثلاثه فعندنا ثلاثه ارتريز في الميل واربعه وين الفيميل لحد توا. تعالوا نخش في تفاصيل الانتري اليك ارتري هاي توا شرحت لكم الموجود عاد شرحتنا الاتي توا خلينا نركزوا على حاجه بس
قلتوا ان الرئيسي هو منو؟ انترنال ايليك ارتري. تعال نهدرزو على الانترنال ايليك ارتري بتفاصيله باعتباره هو الارتري المقوم اللي حيخدمنا. تعال خش في التفاصيل شويه حتلاقوني راسم حاجه. رسم لكم شباب ان الانترنال ايليك ارتري يمشي شويه وينقسم anterior division داكنة و posterior division. هيا posterior division تمام كي ال posterior division زي الميل زي الفيميل واحد ثلاثة branches. يبقى ال anterior iliac artery أعطيني anterior division وعطيني posterior division. ال posterior division فيها ثلاثة branches ليها علاقة بالأعضاء بحفظها. اليو لمبر مش جهة اللمبر هيا lateral sacral superior rectal superior ايش؟ gluteal sorry. صار عندي اليو لمبر lateral sacral superior gluteal. من جاية دمى؟ دمى في الامتحان الجاي كله بالبستير ديفيجن ما عدا اليو لمبر lateral sacral superior gluteal inferior gluteal بتحول inferior gluteal. تمامو؟ باه تعال هدرز عليهم شوي زي ما كاتب لكم انا. كاتب اليو لمبر يمشي خلف الاكستيريور اليك فيزل باتجاه السوسك. لا ترزاك شوف ايش كتبت عليه. يطلع ارتري قسم روحه زوز. بعدين كل واحد يقسم روحه زوز. باش يخشوا الساكرة هيتس. مش خذينها ما مسووا. صار الاربعة دول خشوا ساكرة ليش؟ هيتس. ساكرة الكنال. خشوا الساكرة الفورمن على ساكرة الكنال فهمتوا؟ فمحتويات الساكرة الكنال. لكن الاهم من هيك صار اللاترال ساكرة الارتري يعتبر خلف الركتم. معاي هو؟ صار تو ركز معاي. ميديان ساكرا عرفناه ميديان ساكرا ومجهتين شو فيه لاترال ساكرا تو لاترال ساكرا ود البستيريور ولا الانتيريور لما طلع قسم روحه كم؟ اثنين كلهم قسم روحه؟ تمام كي هذا المكتوب وفي ارتر شو اسمه هذا السبيري شنو؟ يطلع من جريتر سايد فورم فوق شنو؟ ايش بك يقولنا السبيري جلوتيال نيرف ان فيزل اهو فيزل اهو تمام كي هيك خلاص ما فيش بستيريور جلوتيال سوري ما فيش بستيريور ديفيجن ثاني شو معني توا؟ انتي بتلجن تو لو حد سألني بلا ركز معي لو حد سألني عن برانش حنقول لك عندي انتيريور إليك آرتري رئيسي عندي ميديان ساكرال عندي سبيريور ريكتال كان في ماشي مزيدها موفيري تمام كي جت التاني إليك عنده بستيريو عنده أنتيريو البستيريو خدناها كم أرتري يبقى كم ذات لشنو فكل همي توا في الأنتيريو ديفيجن شوفوا معايا توا نفس الرسمة تخيلوا معايا تمام لا الانترن إليك أرتري عنده بستيريو ديفيجن وعنده أنتيريو ديفيجن صح البستيريو ديفيجن عنده ثلاثة برانشز إليو لمبر رسمته باتجاه اللمبر لاترال ساكر صرت باتجاه الساكر في الرسمه الاولى سوبيريور جلوتيال شوف شو الرسم انا الرسم طالع من جريتر سايد فورمن فوق البيريفورمس شكي بس الانتيريور ديفيجن فيها ستة كناميل وسبعة كنفيميل من توا في ارتري اسمه يوتراين ارتري لو في ميل تبي يوتراين ارتري ميل ما فيش فمن توا اللي حنقولهم الستة نفسهم ميل ونفسهم في ميل السابع هو من يترايل وموجود بمال بس الانتيريور إلياك آرتر شو بنقدر نقول عليه عنده ستة برانشز ثلاثة اسمهم بارايتل فلول وثلاثة اسمهم فيزرال تعال هدرز عليهم اي سوبيريور فازايكل اللي نفسه امبلايكل هوا سوبيريور فازايكل فوق البلادر انفيريور فازايكل تحت البلادر ميدل ركتل في نص الركتم هيك اصبح عندي كم ثلاثة هذه مفيزر هذي ميدل ركتل انفيريور فازايكل امبلايكل اللي عاطي سوبيريور فازايكل صارك ها امبلايكل انفيريور فازايكل ميدل ركتل كم ارتريك مثلا ثلاثة تمام ثلاثة في ثلاثة تانين برايتل ها شوفوا ما انفيريور جلوتيل ردنا على منه سوبيريور جلوتيل حاولت نقول لكم مرة ان السوبيريور اس تبع البوستيريور اس والانفيريور ان تبع الانتيريور ان تنسوهاش اذا انفيريور جلوتيال معاه انترنال يودندل ومعاه اوبتريتور
ذكرت التريتر قبل شوية اللي أعطاك برانش ما بيبك برانش أول التريتر أكيد لاحظتوا كلهم تعال تحفر هما التريتر طلع من حفرة التريتر بيدندر من حفرة وفي البروتو من حفرة على فكرة التريتر بيدندر هو يطلع من هنا من نفس الحفرة هذه غير سبب تحفر بالعالم شو لكم ثلاثة حفرات هما في البرايتر في الوول سأشوف معايا هذا اسمه inferior gluteal in internal bidendal in obturator في حاجة قوية مش باينة في رسمة إن ال N وال N هم internal branch صراحة أنا رسمة هيك توضيحية الرسمة المفروض أنه في نهايتها يعطي N و N راح ما تنسوش حاجة معلش internal bidendal in و inferior gluteal in وزو شو اسمهم internal branch شباب ما هي ما مرسومات هيك internal bidendal القصة فأنا رسمتها توضيحية هيك مش حافظهم بس ركزوا معي فيرو جلوتيال تيرنال بيدندر اوبتريتور بعدين ميدل ريكتال فيرو فزايك الامبلايك اللي عاطي الامبلايك كان في الامبريو كان مربوط بالامبلايكس تمام لانه مربوط بالامبلايكس يبيه الامبريو لكن بعدين يتسكر مع عشان بوي يولي ليجامنت اسمها ميديان لاترال او ميديال امبلايك ليجامنت فاهم هيك متوخ يا انتم كبار تو البلادر في الامبريو زي ما شرحت لكم فهي ركس اللي يراكس هي أتولي ليجامنت شنو اسمه؟ ميديان أمبلايك ليجامنت شنو اسمه؟ ميديان أمبلايك ليجامنت ركزوا شو بدي أتوا شباب هيا هذه البلادر وهذا اليوريثرا هيكي وهذا البروستيت بدل وهذا الأبدومين هيكي أساس يعني في ليجامنت هيكي مربوط بالأمبلايكس اللي هو ده مش هذا كله هذا اسمه ميديان أمبلايك ليجامنت وهذا يجيبه في امتحان تجربه في الإمبريو الميديان أمبلايك ليجامنت هو بقايا المن توعات قلت لك في أمبلايك الأرتري وفي أمبلايك الأرتري اللي هو شو صار ليجامنت هذولا أصبح لاترال أمبلايك ليجامنت شو اسمه لاترال أمبلايك لحتى وكي واضحين في ميديان واحد وصل لاترال فكرت بكر ساكر الأرتري في ميديان ساكر الأرتري ولاترال ساكر الأرتري منطقي حتى الليجامنتات في ميديان امبلايك الليجامنت شو داني لاترال امبلايك لتو ماشي منطقي لتو ماشي منطقي ان في واحد ميديان وزوز لاترال بعض الكتب عاد شو تقول لك مش في اكستري اللي كارت المكري اعطاك انفيريور جاستريك وهنا نفس الشيء اعطاك انفيريور جاستريك فكلها ولا انفيريور جاستريك الكتب قال لك فوق بريتونيا ماشي لما ماشي فوق البريتوريوم أصبح ليجامنت لو حسبته هو كليجامنت يقول لي هو جديد هو اللاترال أمبلايك الليجامنت واللي كان لاترال شنو ولا ميديا فهمت شو معنى كاتب ميديا ولاترال كاتب عليه أنه لاترال وكاتب عليه ميديا في نفس الوقت لو أنت حاط في حساباتك الانفيريور بيجاستريك حيقول لي هو الميديا والانفيريور بيجاستريك شنو يقول لي لاترال لو هذا مش محسوب يقول لي هو اللاترال فهو لاترال لو مش محسوب الارتري وهو ميديان لو محسوب الارتري الثاني وضحت الاسم في دي ما عاد شنو توا ميديان امبلايك ليجامنت از ريمننت بقايا اوف لاترال امبلايك ليجامنت اللي هو بقايا من امبلايك الارتري امبلايك الارتري لحد هنا بوف مش يغذي البلدر بعدك ما شنو فيقعد ليجامنت شنو اسمه ميديال او لا حسب انت حاسب ولا مش حاسب اللي قلنا عليه تو باي كمل ثاني شباب اذا شباب هيك كملنا 6 برانشز اوف انترنال ايديكاتور انتر ديفيجن صح في مين نفسه بالضبط زيتها ارتر شو اسمه يوتراي تمام شفت الانفيري فازايكل في الفيميل جنب فاجينا ويغدي في الفاجينا فسموه فاجينا تمام صار لك شباب صار انفيري فازايكل ميل الفيميل شو اسمه؟ فهو استبدال الاسم فقط استبدال الاسم لكن يوتراين ارتري ما فيش منه في توكي اصبح اوفيرين ارتري خاش البلفس واحنا تسكر لا واليوتراين ارتري موجود في البلفس وما فيش في الفيميل اصلا فاصبح في زول زيادات في الميل في الفيميل عن منو؟ عن الميل تمام كي هيكي الارتري كملنا حد منكم عنده اي سؤال على الارتريس تمام حد عندكم سؤال على الارتري لا تمام كلكم الارتري تم الارتري تم زاد لي فين باهي قال لو جيتك جيت درت سؤال قال لك فينز اوف
بيلفز يا شباب نفسها. انا اقول شنو نفسها؟ شوف هاي نفسها لكن البين معكوس. اقول لكم كيف هتلاحظوا معاي. هذا شو اسم الارتي؟ في منه في مره جاي ولا لكن رحلتك بالعكس. اقول لك كيف. قلت لك الاورطه يتم في اربعه صح؟ ويعطي سيلين كومن كومن يعطي ستينر يعطي ستينر يولي توخ ابداها بالعكس. بس نقول لك ها شنو اسمه هذا؟ في مرار بين شنو يولي؟ تمام. شنو ياخذ؟ كومن ستينر. شنو يولي؟ الكومن. شنو يولو؟ يولو في بين كم؟ في الكم خلاص. هذا اختلاف. شوف معك نهاية الأبدومة. شوفها الأربعة هي end of the aorta نهاية الأورطة صح؟ بالفكشن. الخمسة هي formation of. لكن في حاجة قوية. إذا كان اعتبرت الأورطة في النص بالضبط فاللي في الكابو جاي على الرايت سايد وهذا يؤدي إلى الآتي. يولي الكومن إليك فين في الرايت سايد أكثر من الليفت ويولي الليفت كومن فين كروس الميد لاين مما يضطر إلى الآتي. نقدر نأخذ الميديان ساكرال ارتري من الاورطة ولا لما نرجع كفين وين نرجع؟ ليفت كومن هيليك فين. رجعوا وين؟ ليفت كومن هيليك فين. واحده واحده هاي قاعد نقول ان الاتي. شوفوا معي رجع لي في مورال فين اصبح اكستري هيليك فين اخذ انتري هيليك فين اصبح كومن هيليك فين ليفت ورايت صح؟ شو نكونوا لي في المكان الليفت هو اللي عامل كروس الميد لاين صح؟ فلما رجع على الميديان ساكرال فين وين صب؟ ليفت كومن إليك فين. والباقي نفسه بالضبط غير حاجة واحدة أخذها في بالك إن يقول هذا الفين يرجع هنا على اليمين أو للل في الفين كابا على اليسار وين لفت فين الفين. والباقي كابي بيست غير حاجة واحدة أقولها لك ديما خذ البلادر خذ البروستيت خذ أي حد في زرك هتلاقي شنو بدأت البلادر البروستيت يجي آرتري يغدي الفين يدير البيكسس قبل وبعدين يطلع كفين. هذه الوحيدة اللي ممكن لخبطه شوي. والباقي في الفزره البلادر والبروستيت بالذات تمام كيف واحده واحده هي. البلادر هيك بجايها ارت بغديها سيبي الفزاكه شو ثاني في الفزاكه يعملوا بلكسس ويرجعوا كفين تمام كيف هيك يكونوا كملنا الفينز. شو بذات لي لينفنود صح هيا الفين كملناهم. لينفنود وين ترى راهو هنا شوفوا في انترنال اليك لينفنود وفي اكسترنال اليك لينفنود وكومن اليك لينفنود بعدين بري اورتك وبارا اورتك لينف نود فهمتوا. وبين قوسين البرانش اللي ها اللي بيرد يعطي بارا اورتك واللي سنجل وين يعطي بري اورتك ويتم في السيستيرما كايلي ثراسك باك تم تكي. هذا كل ما يقال على اللينف البيرد بارا اورتك. يا شباب هذا هذا ارتري بيرد ولا يمشي بارا اورتك اللي سنجلك وين يمشي بري اورتك وزودوا يمشي السيستيرما كايلي ثراسك باك نكونوا كملنا كل اللينف بتاع البلفس كل الارتري بتاع البلفس كل الناس بتاع البلفس وترى منكم كذا ولا شكرا لسماعكم لحد الان.